برنامج هو الواحد مشهور. انت انا ما يمكنليش نتصل بالوزير. انا شفت صوت برنامج باش كيهضروا مع الوزراء كيف كيتناقشوا. انا الوزير اللي ما يحترمنيش يغسل روحه خيكم معايا في الحلم. ما نعقلش واحتراماتي نقول لكم على هضره قلت نقول باش العرب الله يفوجوا رئيس حكومه ديالي انا هو القاعده انا اللي طلعتك انا اللي جبت الاصوات ومنين جينا دار ما تحكيليش وقتي حرام عليا ديني تاع الساقط الوزير هو اللي خصو يعطيني انا السلام يعطيني التحيه انا وين جبت له الاصوات نزار بركه في طنجه تحيه استقلال كيف وانا ادرو منطق واليوم نجي انا في الوزاره قلت لنا السيد وزير اصلي نجي نجبد بها محلوله ما ندخلش نشرب قهوه واتعب ونتمزق من الطابله واحتراماتي ونبي لي مطالب ديالي الساكنه